اهلا بكل عشاق النادي الاهلي واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده واولى حلقات سنه جديده الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بيك يا احمد، واهلا بجمهورنا ومشاهدين قناه النادي الاهلي في حلقه ان شاء الله باذن الله مختلفه على طريقه الاهلي خط احمر. ان شاء الله الحلقه رقم 21. طبعا داخلين في سنه جديده، سنة 2019 كانت سنة انطلاقة برنامج الأهلي خط أحمر لأول مرة على قناة النادي الأهلي من جماهير النادي الأهلي لكاميرات قناة النادي الأهلي. بنشكر كل مشجعي وجماهير النادي الأهلي خاصة على السوشيال ميديا، بنشكر كمان كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان اللي تجاوبوا مع البرنامج، وبنوعدكم بإذن الله يكون الأهلي خط أحمر برنامج متألق كحسن ظنكم بينا في سنة 2020 إن شاء الله. ورسالة لكل الشباب اللي عدوا بسنة 2019 بقى بعيدا عن مجال الكرة، اتعلم من أخطائك وابدأ سنة جديدة سنة 2020، وتعلم من النادي الأهلي إن مهما وقعت هتقدر تقوم. سنة انتصارات إن شاء الله يا أحمد، ونتمنى نقدم لكم الجديد دايما. وزي ما قال أحمد، بنشكركم على كل اختيارات، سواء الصفحات كلها أو أفراد، على اختياراتكم لينا، الناس اللي شكرتنا، الناس اللي كانت لمسة إحنا عملنا إيه. بجد ممتنين ليكم جدا، مش عارفين نقول لكم إيه غير إن ده مسؤولية كبيرة جدا علينا أحمد. تأكيد يا فارس، وأكيد حلم كل جماهير النادي الأهلي لما قلنا كده إيه اللي بتتمنوه في سنة 2020، كان الحلم عودة الأميرة الأفريقية. يمكن حتى الكابتن شريف إكرامي لما تسأل قريبا عن فكرة النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مركز في بطوله افريقيا، قال ده احنا لو ما ركزناش في بطوله افريقيا يبقى بنهرج. اكيد انت عليك الاجتهاد والنتائج على ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى ان شاء الله تكون 2020 هي سنه عوده الاميره الافريقيه لامير الكره الافريقيه النادي الاهلي يا فارس. اعتقد ده حلم كل جماهير النادي الاهلي وحلم مشروع وفي المتناول ان شاء الله. اكيد في المتناول، بمزيد من الجهد ومزيد من التركيز والإصرار على تحقيق الأهداف إن شاء الله الأميرة الأفريقية.